في المدرسة لا تشري الأدوات. أوكي، أول حاجة نبدأ بها هي الشكارة. خديت فيها سلسلتها كبيرة، وأيضا خديت هذا الكادو. كنت باغا ناخذ كوب كيك، ولكن خديت السنافر وخديت الدبدوب، يعني فيها وفيها ثلاثة جيوبة. الأول تقدري ديري في المقررات، والثاني تقدري ديري في الكتب واللوحة، والثالث تقدري ديري في حتى الكوت إلا بغيتي مع الجائزة كتلصق هنا. دير لها هكا، هيا كتلصق هكا. إذن وثاني حاجة نبداو بهم أغلفة. خديت الأبيض والوردي والأصفر والأزرق والأكحل والأخضر والقوني، هادو مزيانين حتى للضفاتير. ثاني حاجة هاد الريتخوس تاع إلزا كيتحول، سلسلتو زوينة عجبتني. حتى شوها فيه لون، خديتو على شكارة فيها تاهي لون. من الداخل تقدري تحطي هنايا، تقدري ديري ستيلوات الأقلام قومة ومنجار. ثالث حاجة هاد سكوتش كبيرة، هي كتلصق مزيان وكتقطع غير بالمقص. رابع حاجة هاد القومة كبيرة، هي كتمسحها غير هكا، مكتمسحش هكا ولا هكا. ونسيتو، هي مابيد. مابيد أفضل حاجة. وخديت هاد الملونات تاهما مابيد، زوينين عجبوني، يعني كيلونو ناصح وبارد. خديت هاد المثلث، القومة على شكل مثلث. خديت هاد الميمحة، يعني فيتر وطباشير. خديت عاوتاني مسطرة، تا هما بجوج ومابيد. خديت هاد اللصق مابيد، زعما كاين هاد الأدوات المهندسية والشي الآخر، يعني تا هي تشكيلية. وخديت نصف دائرة. عاوتاني عندي هاد الستيلوات، أخضر أزرق وأكحل وأحمر، ومقص مابي، يعني هاد المقص شريتو على قبل اللصق، حتى شكا مكتقطع بالسنان ولا شي حاجة، كتقطع غير بالمقص. خديت هاد المذكرة الصغيرة علشان الدروس، كاين اللي كينسى الدروس وغد ليه ما كيكونش حافظ، فانا شريت المذكره باش انني ايضا نكتب فيها الدروس اللي نحفظو. كاين الامتحانات كينساو عليهم ما كيقدروش يراجعوا. خديت هاد الكيكار مابير بقلمو، خديت هاد المنجره ايضا مابير كتشحل هكا، وكتخسر قلم من هنا. وهاد القلم ايضا مابيد يكتب زوين، ولا حتى في الرسم ما يكتب لنا هنا كترسم ماشي قايديرها هكا وترسميات توركو. واخصها ما خاصكمش توركو لي حتى كيترس لي هذا. خديت اوراق مستويجه حمراء للامتحانات، خديت وحدين اخرين ايضا لحصه الرسم. خديت هاد الدفاتر تاع العلم والكيمياء والجامعه وهداك الشيء، وخديت ايضا دريات ما بغيتش ناخذ تاع الدراري. ايضا هذا كيمياء وجامعه بحال هكا، هادو تاع الدريات راكبين في دراجات، وهذا تاع باغبي حتى الراد خص كنت غنشري باغبي ولكن عجبني انزا.
هاد تاو زوين عجبني التقنية ومشيشة. وهاد الدفتر تاع الدريات. لا عجبتكم الحلقة ديروا لايك وسبسكرايب وركوا على الجرس باش يطلعوا لكم كاع اشاعاتنا. باي.